مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من جديد، ونتابع معكم التغطيه المستمره والمباشره من اكسترا نيوز لوقائع القمه المصريه الامريكيه بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض بواشنطن. طبعا قبل قليل التقى الزعيمان واجريا مؤتمرا صحفيا تم فيه التاكيد على انه العلاقات المصريه الامريكيه تشهد الان افضل فتراتها على الاطلاق، واشار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الى حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية وأيضا الثقافية. بينضم إلينا الآن مباشرة عبر الهاتف سعد سفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعد سفير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك يا مروه. يعني كثير من الزخم تضفيه هذه القمة الأخيرة بين الرئيسين المصري والأمريكي، بالإضافة إلى زخم العلاقات المستمر منذ قدوم الرئيس ترامب إلى سدة الحكم، ويبدو أن هذه الإدارة الأمريكية هي الأقرب في مواقفها مع مصر من الإدارات السابقة. برأيك كيف يجري ويتم استثمار هذه الزاوية أو هذا الجانب؟ أنا مش معاكي قوي في إن الإدارة الأمريكية الحالية فيها يعني هي أفضل الإدارات التي تعاملت مع مصر. يعني قد يكون من وجهة نظر ترامب إن مصر بالنسبة له هي أيقونة الشرق الأوسط وعارف يتعامل مع مصر جيدا، ولكن من وجهة نظر المصريين، الشعب المصري، الأهالي المصريين، رؤى أهلية وخاصة، إن ترامب عمل خطوات مؤخرا في شأن القضية الفلسطينية فاجأت المصريين كما فاجأت العرب كلهم وفاجأت العالم، وغيرت من القيمة الكبرى اللي كنا ممكن نفتخر بأننا حلفاء لأمريكا أو شركاء لها، لأنه كسر الشرعية الدولية اللي احنا بنين كل مواقفنا على أساس. أما على المستوى الثنائي والاقتصادي ودور الشركات الأمريكية ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية والبرلمانيين والعلماء والمراكز البحثية، كل ده رائع. يعني بيتم فعلا حاليا خطوات كبيرة وواسعة في مجال نعم. سعد سفير، طيب الاتصال بين السفير او مع السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه الاسبق، نشكرك على كل حال، ونشير طبعا لحضراتكم بانه قبل قليل انعقدت القمه المصريه الامريكيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب بدعوه من الرئيس دونالد ترامب الرئيس الامريكي، وهذه القمه هي القمه الرسميه الثانيه بين الزعيمين، لكن كان هناك يعني ثمة قمم عدة جمعت بينهما خلال الفترات والسنوات السابقة، سواء كان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا في على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض العام الماضي، وشهدت تباحث مباشر بين الزعيمين في مختلف المجالات، وأيضا باستمرار هناك حرص على تعزيز التشاور بشكل مستمر، سواء كان بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، وعلى مستويات ايضا مختلفه في مؤسسات عده في الدوله. ايضا هناك اليه مستمره للتشاور وهو الحوار الاستراتيجي الذي تحرص الدولتان على دعم العلاقات من خلاله باستمرار، والتشاور في مختلف المجالات ايمانا من الاداره الامريكيه بان مصر لها دور مهم وقوي على المستوى الاقليمي وعلى المستوى العربي، وان الوصول الى اي حل لازمه من أزمات المنطقة لابد أن يعبر من مصر أولا، ولابد أن تكون مصر شريك أساسي فيه وركيزة أساسية في أي حل لأي أزمة من الأزمات الموجودة والتي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل بها إلى حلول من خلال طرح مبادرات مختلفة. وطبعا بيكون لمصر رأي مهم في هذا الإطار. مصر لديها أيضا رؤية مهمة، سواء كان في مجال الحرب على الإرهاب، في مجال ورؤية خاصة في ملفات الصراع، تقوم على
أولا دعم حقوق الشعوب والعمل على أمانهم وسلامتهم، أيضا دعم مؤسسات الدولة، وحدة أراضي الدولة والسيادة الكاملة للشعب على كامل أراضيه، بالإضافة إلى يعني عدم توفير البيئة الخصبة للجماعات الإرهابية لكي تكون متواجدة في هذه الدول، وإيجاد حلول تقوم على الحلول السياسية في دول الصراع. هذه الرؤية تطرحها مصر باستمرار، وهي ركيزة أو هي منطلق للتحركات المصرية في مختلف قضايا الشرق الأوسط، وهذه الرؤية أو هذا التوجه هو توجه ثابت ودائم للسياسة المصرية على مدار السنوات، ويؤكد عليه دائما وباستمرار في كل محفل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات شراكة وطيدة، وتقوم على المصالح والمنافع المشتركة. يعني يمكن الإشارة على سبيل المثال إنه مصر هي ثالث أكبر يعني متلقي للاستثمارات الأمريكية في يعني أو خلينا نقول هي أكبر متلقي للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا. ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا موجود في مصر، وهو يزداد باستمرار. مصر ثاني أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية. طبعا مصر هي أو الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر في مجال النفط في مصر، في شركة أباتشي الأمريكية استثمارتها بمليارات الدولارات. خلينا نقول كمان أنه حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كبير، بيصل إلى 8 مليار دولار، نصيب الولايات المتحدة منه 6 مليارات دولار حجم الصادرات الأمريكية إلى مصر، أما حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو ملياري دولار، وهي آخذة في التزايد. هذه الزيارة بتأتي مشاهدينا الكرام في وقت فيه تحظى مصر بدعم أو خلينا نقول إشادة من المنظمات الاقتصادية الدولية، وأيضا تحسن الرؤية الاقتصادية للأوضاع في مصر، سواء كان من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر خلال الفترة الماضية، تحسين مستوى الخدمات، تحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، تحقيق العدالة الاجتماعية، أيضا بالنسبة لإصلاح ملف الدعم، إصلاح ملف الإسكان الاجتماعي، توفير فرص العمل بالنسبة للجميع، خلق يعني بؤر سكنية أو خلينا نقول مجتمعات سكنية أهلة وعامرة وفيها مستقبل أفضل بالنسبة للمواطنين في عدد كبير جدا من المحافظات وفي أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية. أيضا الانتقال بالحياة في مصر إلى الحياة أو خلينا نقول شكل من أشكال التعامل اللي فيه اعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، المضي قدما في مجال مشروعات البنية التحتية، وعمل طفرة كبيرة جدا فيها على مستويات عدة. كل هذه الأمور هي بتتضح بشكل كبير في الفترة الحالية، وتتبلور بشكل واضح بإشادة كما ذكرنا من المنظمات الدولية، سواء كانت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مؤسسة وكالة موديز للتصنيف الائتماني. المؤشرات الخاصة بمصر إما هي في صعود أو في استقرار في ظل أوضاع ملتهبة على مستوى الإقليم، وفي ظل أوضاع ملتهبة على مستوى الشرق الأوسط. الاقتصاد المصري يتعافى ويواصل تقدمه على مختلف المستويات برؤية مصرية واضحة وثابتة تقوم على ركائز أساسية نشرتها مصر من خلال رؤيتها واستراتيجيتها للتنمية الخاصة بالعام وصولا للعام 2030، والتي تقوم على أهداف واضحة يمكن تطبيقها، بل أيضا يمكن قياسها، وتعمل الحكومة على متابعتها باستمرار. هذه الزيارة بتأتي في وقت في مصر استطاعت أن تقوم بإنجاز عدد كبير جدا من القفزات في على مختلف المؤشرات، سواء كانت الاقتصادية والتنموية وغيرها، وهذا أيضا بيعطي بعد وثقل شديد الأهمية عندما تتحدث مصر ويتحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاقتصاد المصري، يتحدث وهو يعلم جيدا أن كل العيون في العالم مسلطة على الإنجاز اللي قامت به مصر على كل المستويات، والتي يعني لا يمكن إخفاله بأي شكل من الأشكال. نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي معه خلال القمة المصرية الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونعود مرة أخرى. شكرا جزيلا شكرا الرئيس، اسمح لي أن أنا أشكرك على الدعوة الكريمة لزيارة الولايات المتحدة ولقاء فخامة الرئيس والتحدث في عمل نقلة نوعية للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
Thank you, Mr. President. Allow me to express my thanks for your kind invitation and for providing me this opportunity to meet and talk about making a quantum leap in the strategic relationship between Egypt and the Red Sea. خليني أأكد خلط رئيس إن العلاقات فعلا في أفضل حالاتها يمكن على مدار سنوات طويلة جدا مضت. Let me emphasize, Mr. President, that the relations have not been better over the years of our bilateral relations. وأنا عشان كده بوجه من فخامة الرئيس كل الشكر والتقدير والتحية على ذلك. And that is why I'm extending, Mr. President, to you all the thanks, appreciation, and greetings for all the help. هذا الفضل يرجع لفخامة الرئيس ودعمه لمصر في المجالات المختلفة اللي احنا بنتكلم نسعى إلى تطوير العلاقات في المجالات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية. All the credit goes to you, Mr. President. Thank you very much for your support on all fronts. This is what we're seeking to promote our bilateral relations in various fields, political, economic, military, cultural, and others. Thank you very much. Well, thank you. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان جانب من المؤتمر الصحفي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتجدر الإشارة أنه أيضا باستكمال الجانب الخاص بالعلاقات الاقتصادية، الولايات المتحدة الأمريكية هي كما ذكرنا ثالث أكبر مستثمر في مصر في العام 2017 والعام 2018، بينما مصر هي بتعد أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في أفريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية. مستوى أو حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغ 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة. كمان حجم استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في مصر ارتفع بنسبة 22.5%. التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية أيضا زاد بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018. هذه الصورة التي سنعرضها على حضراتكم التي نعرضها لحضراتكم الآن هي صورة مباشرة تأتينا من البيت الأبيض لمغادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد القمة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. نتابع الآن مشاهدينا الكرام مغادرة سيارة رئيس عبد الفتاح السيسي البيت الأبيض مقر انعقاد القمة المصرية الأمريكية التي بدأت قبل يعني حوالي ساعة من الآن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني طبعا هذه القمة شهدت التباحث بشأن عدد كبير جدا من الملفات بين الزعيمين، سواء كانت ملفات العلاقات الثنائية وأيضا التباحث بشأن ملفات الشرق الأوسط، توطيد العلاقات على مستويات عدة، وملف
مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية ودعم أكبر بالنسبة لهذه العلاقات خلال الفترة الحالية، وبالحديث عن العلاقات الاقتصادية التي تشهد زخما كبيرا وتحسنا كبيرا بالنظر إلى مكانة مصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية ومستثمر أساسي في الاقتصاد المصري وداعم وشريك كبير بالنسبة لمصر منذ سنوات طويلة. فإنه هناك اهتمام كبير أيضا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفع باتجاه مزيد من الاستثمارات وخلق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من مختلف الدول، وأيضا بالإضافة أو تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قوة اقتصادية شديدة الأهمية. معنا هاتفيا للمزيد من المتابعة السيد خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أستاذ خليفة مساء الخير وأهلا بك. وكل السادة المشاهدين. أستاذ خليفة، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة اقتصادية عظمى وبينظر لها كشريك اقتصادي مهم بالنسبة لمصر، على أنه هذه الشراكة هي لها قدر كبير جدا من الأهمية ويراد لها أن تنمو باستمرار. هناك نمو في العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في التبادل التجاري، في حجم الاستثمارات المباشرة وغيرها، كيف تصفها لنا؟ بكل تأكيد العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة علاقات قوية تكتسب أهميتها زي ما حضرتك تفضلتي، من الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية في العالم. الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكي يستحوذ على تقريبا خمس الاقتصاد العالمي، أكبر سوق استهلاكي في العالم، وبالتالي طبعا هناك اهتمام كبير جدا بتوطيد العلاقات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. زيارة السيد الرئيس النهاردة والمقابلة والاجتماع والمباحثات الناجحة جدا مع نظيره الأمريكي واللي أشاد بها الرئيس ترامب وصفها بأنها تمر بأفضل حالتها على الإطلاق العلاقات بين البلدين، فأعتقد أن ده هيسبر عن تعزيز العلاقات الاقتصادية ويصب في مصلحة جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري. زي ما حضرتك تفضلتي الاستثمارات الأمريكية في مصر، الحقيقة مصر بتستحوذ على تلت الاستثمارات الأمريكية في القارة الأفريقية. الاستثمار مصر تاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الاستثمارات الأمريكية المباشرة، الأجنبية الأمريكية المباشرة. الاستثمارات الأمريكية شهدت نمو كبير خلال الفترة الأخيرة، بلغت 22.5 تقريبا مليار دولار، معظمها نعم في قطاع البترول، ولكن هناك استثمارات مباشرة في قطاعات صناعية وقطاعات إنتاجية وخدمية مهمة جدا، بتساهم في حوالي 1700 شركة. هناك الحقيقه حجم التبادل التجاري شهد طفره كبيره. الصادرات المصريه للسوق الامريكي وهو اكبر سوق استهلاكي زي ما قلنا شهدت نمو بحوالي 14.7% نحو 15% العام الماضي. هناك فرص كبيره جدا امام النمو وزياده حجم الاستثمارات المصريه لهذا السوق والصادرات المصريه لهذا السوق، وخاصه في ظل الحقيقه اتفاقيه الكويز اللي هي بتعفي الصادرات المصريه من الرسوم الجمركيه في المناطق الصناعيه المؤهله، وبالتالي هناك فرص لاضافه مزيد من هذه المناطق وخاصه في صعيد مصر، بالاضافه الى منتجات اضافيه الى جانب المنسوجات والملابس الجاهزه. وبالتالي احنا الحقيقه النهارده امام الحقيقه دفعه كبيره جدا بعد هذه المباحثات والزياره الناجحه للسيد الرئيس الى واشنطن لمزيد من توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصاديه لصالح الاقتصاد المصري. وزي ما حضرتك اتفضلت ايضا ان حجم التبادل التجاري مصر السنه اللي فاتت صدرت بحوالي 1.7 مليار دولار، وده الحقيقه ما زالت هناك فرص واعده لان السوق الامريكي سوق ضخم جدا، واحنا نستطيع ان نستفيد من اتفاقيه الكويز واللي هي زيرو جمارك في زياده حجم الصادرات. هو النظام المعمم للمزايا الامريكيه. نعم. اللقاء النهارده السيد الرئيس هيجتمع مع اعضاء الغرفه المصريه، غرفه التجاره المصريه الامريكيه، هتكون فرصه مهمه جدا لاستعراض التطورات في اللي شهدها الاقتصاد المصري، وايضا الفرص المواتيه الاستثمار المواتيه في السوق المصري. اعتقد ده في ظل هذه العلاقات الاقتصاديه السياسيه المتميزه ممكن ان تكون هناك فرص كبيره جدا لجذب مزيد من الاستثمارات الامريكيه والشركات الامريكيه العالميه للاستثمار في السوق المصري.
الجميل هنا يعني حتى لو اتكلمنا بشكل اكثر بساطه يعني علشان كل المتابعين لينا يكونوا في الصوره ويكونوا فاهمين اللي احنا بنتكلم فيه. الحقيقه ان الاداره المصريه خلال الفتره اللي فاتت نجحت ان هي تعمل بؤر جذب للمستثمرين مش بس من الولايات المتحده الامريكيه لكن العالم اجمع، ده بخلاف توفير البيئه الاقتصاديه البيئه الاستثماريه المناسبه، قانون استثمار فيه كثير جدا من المزايا، ذلل الكثير من العقبات، حمايه كاملة لحقوق المستثمرين، إمكانية إخراج أرباحهم من السوق المصرية والتخارج بسهولة جدا والحصول على كل المميزات. بخلاف كل هذا عندنا في مشروعات شديدة الأهمية، مصر وفرت بنية تحتية جيدة جدا ليها وهي مجال مهم للاستثمار. بنتكلم عن مشروع محور قناة السويس، بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة، بنتكلم عن مشروعات أخرى يعني بتفتح شهية المستثمرين للدخول ووضع استثمارات فيها مع مميزات كبيرة مصر بتتاحها في هذا المجال. ماذا عن المشروعات دي وإلى أي مدى المستثمر الأمريكي لديه الرغبة إن هو فعلا يدخل السوق المصري في الفترة الحالية مع كل المميزات المتاحة؟ السوق المصري سوق يتسم يتمتع بمزايا تنافسية عالية جدا، الموقع الجغرافي الفريد، حجم السوق 100 مليون نسمة، سوق ضخم، مصر وعلاقتها مع اتفاقيات التجارية التفضيلية أو انضمامها لتجمعات زي السوق العربية المشتركة، وبالتالي بتتيح فرص كبيرة جدا للتصدير لهذه الأسواق بدون جمارك. عندنا كمان اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مصر تتيح من كمركز الحقيقة للإنتاج والاستثمار والإنتاج والتصدير لهذه الأسواق عضو فاعل في الكوميسا في السوق الأفريقية. في هذا العام السيد الرئيس بيرأس الاتحاد الافريقي، هناك علاقات قويه جدا مع التكتلات الاقتصاديه الافريقيه. اذا السوق المصري اذا اضفنا الى هذا التطورات الايجابيه زي ما حضرتك اتفضلتي فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والحوافز والمزايا وفض المنازعات بسرعه، اليه فض المنازعات وايضا سهوله تحويل ارباح الشركات الاجنبيه العامله في السوق المصري، سوق استقرار سوق الصرف والتطورات الاقتصادية المهمة جدا على صعيد معدلات النمو والاستقرار المالي وكبح التضخم وعجز الموازنة تراجع بشكل لافت كبير جدا، وكل هذه التطورات وإشادة المؤسسات الدولية كلها الحقيقة بتمثل فرص واعدة وجذب عوامل جذب للمستثمر الأمريكي والشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في مصر، مش بس لسد احتياجات السوق المصري ولكن الأرض كفرص للتصدير للأسواق والتكتلات الاقتصادية لمصر عضو وتربطها فيها اتفاقيات. بالإضافة لكده حضرتك اتفضلت في مناطق مهمة جدا، المنطقة الاقتصادية الخاصة في السويس، شرق بورسعيد، المواني وتطوير المواني، البنية التحتية وشبكة العاصمة الإدارية الجديدة كمان، العاصمة الإدارية اللي هي بالحقيقة بتتسم بالاضافه الى 12 مدينه جديده بان هي تنتمي للجيل الرابع وفقا للتكنولوجيا اللي هي بؤر الجذب كمان يعني في منتهى الاهميه لانها فيها يعني تكامل كبير جدا، فيها جانب استثماري، جانب صناعي، جانب سكني، اطول برج في افريقيا، هي بؤره جذب كمان شديده الاهميه بالاضافه طبعا للعنصر التكنولوجي اللي حضرتك اشرت اليه. موقعها طبعا ان هي قريبه جدا من السخنه ومنطقه خليج السويس وايضا قربها من القاهره العاصمه التقليديه، كل هذه العوامل بالاضافه الى المزايا اللي حضرتك اشرتي ليها، شبكه الطرق الحديثه، البنيه التحتيه الحديثه اللي هي تتوافق مع المدن الجديده الذكيه، وشبكه الطرق وربطها مع القطار المكهرب مع مدينه السلام والعاشر، وايضا مع في اتجاه لمشروع ربطها مع اكتوبر، كل هذه العوامل الحقيقه لتجتذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره الى العاصمه الاداريه والمدن الجديده بشكل عام، وخاصه في ظل المزايا اللي بيمنحها قانون الاستثمار للمناطق ذات الاولويه في الصعيد والمناطق اللي هي بتستهدف الحقيقه الحكومه
جذب مزيد من الاستثمارات ليها. وده مهم الاشاره اللي حضرتك بتعقدها يعني استاذ خليفه، انه في الوقت اللي فيه مصر بتركز على والاقتصاد المصري بيركز وبيهتم بجذب المستثمر سواء كان الاجنبي، اتاحه المجال المستثمر العربي، تشجيع المستثمر المحلي، لكن هو لا يخفى الجوانب الخاصه بتوفير الحياه الكريمه للبسطاء ومحدودي الدخل. فالعمل بالتوازي وكل هذه الانجازات الرائع ان هي تمت في وقت قياسي، يعني في كثيرين لم يكونوا يتصوروا ان مصر تقدر تحقق كل هذه الطفرات على مستويات عدة وبالتوازي في وقت محدود، بنتكلم في سنوات بسيطة، في دول لم تستطيع أن تصل إلى هذا الحجم من الإنجاز وكان لديهم عقود وعقود ما قدروش أن هم يصلوا فيها إلى هذا القدر. والحقيقة أنه يعني هذا الموضوع ليس فقط كلام بنقوله ونحن في الداخل، لكن هي تقارير دولية بتتحدث عن هذا الأمر ومنشورة في كل وسائل الإعلام. بشكرك جزيلا أستاذ خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، على هذه المعلومات. وكمان في الشأن الاقتصادي بالتأكيد أنه الصادرات المصرية كمان للولايات المتحدة الأمريكية زادت بنسبة كبيرة خلال الفترة اللي فاتت، وده أيضا محل فخر واعتزاز. مشاهدي الكرام، هذه المتابعة مستمرة مع حضراتكم مباشرة عبر أكسترا نيوز، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. Thank you.
اسمح لي ان انا اشكرك على الدعوه الكريمه لزياره الولايات المتحده ولقاء فخامه الرئيس والتحدث في عمل نقله نوعيه للعلاقه الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. Thank you, Mr. President. Allow me to express my thanks for your kind invitation and for providing me this opportunity to meet and talk about making a quantum leap in the strategic relationship between Egypt and the rest. خليني أأكد خط رئيس إن العلاقات فعلا في أفضل حالتها يمكن على مدار سنوات طويلة جدا مضت. Let me emphasize, Mr. President, that the relations have not been better over the years of our bilateral relations. وأنا عشان كده بوجه من فخامة الرئيس كل الشكر والتقدير والتحية على ذلك. And that is why I'm extending, Mr. President, to you all the thanks, appreciation, and greetings for all the help. هذا الفضل يرجع لفخامة الرئيس ودعمه لمصر في المجالات المختلفة اللي احنا بنتكلم نسعى إلى تطوير العلاقات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والثقافية. All the credit goes to you, Mr. President. Thank you very much for your support on all fronts. This is what we're seeking to promote our bilateral relations in various fields, political, economic, military, cultural, and others. Thank you very much. Well, thank you. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المتابعة الحية والمستمرة عبر شاشة أكسترا نيوز للقمة المصرية الأمريكية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. انتهت القمة بالفعل قبل قليل بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب واللي انعقدت في البيت الأبيض في واشنطن، والحقيقة بتأتي وسط تطورات مهمة فرضت على الرئيسين مواصلة استكشاف الطريق الصحيح لعلاقة استراتيجية بين القاهرة وواشنطن بالطريقة اللي تخدم مصالح الطرفين وتعزز العلاقات الأمريكية العربية بما يخدم أمن الشرق الأوسط واستقراره، ويعزز كمان علاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين خصوصا على الصعيد الاقتصادي وأيضا الصعيد العسكري. الرئيسين بحثوا في القمة اليوم كمان تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر، ده غير طبعا دعم واشنطن لجهود مصر لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب. حول هذه القمة ونتائجها بيسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو ضيفنا الكريم سعد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا أستاذة مروج. لو تسمح لي اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام ننتقل أولا الآن على الهواء مباشرة إلى واشنطن، والزميلة لما جبريل ستكون معنا، هي بالفعل متواجدة معنا على الهواء مباشرة لتطلعنا على ما دار في القمة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب. إليك لما تفضلي. مروج اهلا بك. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى ومجددا من واشنطن دي سي. انا اقف الان في محيط البيت الابيض ومن خلفي جانب من الجاليه المصريه هنا يصطفوا في محيط البيت الابيض لتحيه الرئيس ودعمه في مشهد الحقيقي يعني تابعناه منذ لحظات حتى نقلت لحضراتكم على اكسترا نيوز، مشهد مليء بالحب والدعم والالتفاف حول الاداره المصريه ورئيس عبد الفتاح السيسي. خليني اقول لحضراتكم انه ما زالت جلسه المباحثات داخل البيت الابيض ما زالت دائره بين الزعيمين رئيس المصري ونظيره الامريكي، العديد من الملفات تابعنا مؤتمر صحفي قصير او البروتوكول الامريكي حين يعني ضيافة أو زيارة من الرئيس أو رئيس من دولة مختلفة يتم توجيه بعض التصريحات القصيرة للصحفيين. ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الأمريكية الآن ربما تكون الأقوى والأعمق على مدار سنوات طويلة، وذكر أيضا ووجه شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الدعوة. ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العديد من المجالات ستكون على طاولة الحوار من بينها العسكرية الثقافية والسياسية. بدوره دونالد ترامب أشاد بشكل علاقته بالعلاقات بين الجانبين، وأشاد أيضا بدور المصري في مكافحة الإرهاب، وذكر دونالد ترامب الاهتمام
بهذا الملف، ملف مكافحة الإرهاب وملف التجارة خلال القمة الثنائية في الداخل. بعد القمة الثنائية بين الزعيمين من المتوقع مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي والوفد المرافق له، من ثم بعض الاجتماعات مع بعض رجال أو أعضاء الكونغرس. نتحدث أيضا أن الرئيس له اجتماعات أيضا اليوم مع رؤساء كبرى الشركات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب طبعا اجتماع مع أعضاء من الغرفة المصرية أو غرفة التجارة المصرية الأمريكية. تفضلي مروش. نعم لما طبعا كل هذه التفاصيل اللي ذكرتيها واللي لها علاقة بطبعا الملفات التي تم التباحث بشأنها، يعني هل لديك معلومة عن جدول سيادة الرئيس فيما بعد؟ هل سيلتقي بأعضاء الجالية؟ هل سيلتقي بأعضاء الكونغرس كما تردد، أم أنه لم يستقر بعد على شكل هذه الفعاليات؟ مروج، أنا ذكرت أنه بالفعل يعني من احتمال كبير أنه هناك لقاءات على الجدول في أو مع رجال الكونغرس. الجالية الحقيقة أنه لغاية وقت قصير كان مؤكد انه احتمال يكون في لقاءات مع بعض من شباب الجالية المصرية، ما زلت ابحث حول هذه المعلومة، ولكن المعلومات المؤكدة مأدبة الغداء على شرف الرئيس، الاجتماع مع غرفة التجارة المصرية الامريكية، بعض واجتماعات مع رؤساء كبرى الشركات الامريكية هنا، كان في اجتماع صباح اليوم مع كريستين لاجارد وبعض اعضاء البنك الدولي، والان احنا ما زلنا في انتظار انتهاء القمة الامريكية المصرية في ربما شكلها الثنائي والمباحثات الثنائية بين الزعيمين. نعم، ماذا عن الزخم يعني الإعلامي الخاص بالزيارة في ثاني أيام وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصل بالأمس؟ كيف تناولت وسائل الإعلام اليوم الحديث عن زيارة الرئيس السيسي من الزاوية الأمريكية؟ كيف ترى القمة؟ مروج، الحقيقة مع مرور الأيام واقتراب وقت القمة نتحدث أنه بالفعل تخرج بعض التقارير عن توقعات الخبراء هنا في الولايات المتحدة الأمريكية القائمين على مراكز الأبحاث، ربما عن أبرز الموضوعات والملفات والاهتمامات التي هي بين الزعيمين في التوقيت الحالي أو حتى الدولتين طبعا. والحقيقة أنه كثير من التقارير خرجت بأنه بداية جديدة أو صفحة جديدة، أو حتى هناك تقرير ذكر أنها ليست بداية جديدة ولكنها عودة لشكل العلاقات الاستراتيجية القوية بين الدولتين لما كانت عليه قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. هذه نقطة. نقطة أخرى الحقيقة ذكرت أنه من الواضح أو هناك تكهنات بأن الملفات العربية ستكون حاضرة بشكل أكبر حتى من الملفات الاستراتيجية الثنائية بين الدولتين، نظرا لما يحدث الآن في الإقليم وفي شرق الأوسط، وأنه قدر الدولة المصرية أن تكون هي الآن حجر الزاوية وتكون هي الأكثر استقرارا في المنطقة وتعود مرة أخرى للريادة. فهذا ما يدعو إلى أن التوقيت هام جدا وتوقيت حساس جدا، فما يدعو أو هذا ما يدعو إلى أن ربما يكون هناك أولوية للملفات الإقليمية في هذه القمة بين الزعيمين، إلى جانب طبعا الاهتمام في مجال محاربة الإرهاب والاهتمام الخاص أيضا بالملفات التجارية، حتى يتم طبعا هناك اجتماعات كانت دائرة وما زالت مستمرة بين الجانبين للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة. والحقيقة أن هذه الاجتماعات مستمرة منذ حتى وصول الرئيس بأسابيع، ومستمرة بين الجانبين لعقد اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين المصري والأمريكي. تفضلي مروج. نعم، كثير من المعلومات إذن لما أطلعتينا عليها، نشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل. بالتأكيد مفادة أكسترا نيوز لما جبريل لديها الكثير والكثير ما زالت على مدار الفترة المقبلة اللي تطلعنا عليه، نتواصل معك باستمرار، ونشكرك جزيل الشكر لما جبريل مفادة أكسترا نيوز من البيت الأبيض من واشنطن حيث انعقاد القناة.
القمة المصرية الأمريكية، ما زال الرئيس السيسي في واشنطن، وطبعا يعني الكل بينظر ب يعني زخم كبير جدا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. برحب بك مرة تانية سعادة سفير محمد حجازي، ويمكن أكيد حضرتك تابعت يعني كيف تباحث الزعيمان رغم أنه ما صدر بشكل رسمي عن القمة يعني السرية اللي عقدت بين الطرفين، لم يتم استعراضه بشكل كبير، لكن الملفات بين الطرفين أكيد يعني معلنة ومعروف ما أبرز الموضوعات المشتركة اللي هيهم الجانبان أن يتباحث به فيها خلال هذه القمة. شوف يا أستاذ مروج، هي القمة الأهم في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية، تواصل هام جدا يتضح من المؤتمر الصحفي الاستهلالي بين الرئيسين، القدر العالي من الاحترام والتقدير والمجاملة بين الرئيس ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات المصرية الأمريكية بكل مشتملاتها الاستراتيجية هو موضوع البحث الأول، هي علاقات هامة جدا وركيزة من ركائز الاستقرار في المنطقة. مصر بتقوم بدور هام جدا في العديد من الملفات الإقليمية، سواء كان الأمر يتعلق بالمشهد الليبي أو المشهد الفلسطيني، ولكن بكل تأكيد في مسار علاقات استراتيجية هناك مساحة لإدارة الاختلاف، بمعنى أن إذا كانت هناك رؤى للولايات المتحدة وقرارات أحادية الجانب رفضتها القمة العربية والمجتمع الدولي، يمكن للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعبر عن هذه الرؤية في إطار من العلاقات القائمة على أسس متينة وعريقة وضربة يعني بعمقها لعدة عقود، سواء كانت اقتصادية أو تنموية واستثمارية. وحضرتك ذكرتي أرقام هامة جدا، 20 مليار دولار و6 مليار دولار تجارة، الولايات المتحدة شريك قدم لمصر العديد من الدعم والمساندة العسكرية والاقتصادية عبر عقود، وبالتالي في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية ممكن إدارة الاختلاف. قرار الولايات المتحدة بشأن نقل السفارة إلى القدس وبشأن الجولان والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية سيكون حتما محل نقاش واضح داخل آلية الحوار الاستراتيجي القائمة، لكن علاقات ثنائية هامة جدا ومتقدمة. أظن الدبلوماسية المصرية سواء كانت دبلوماسية القمة أو غيرها من الاتصالات التي دارت مع الإدارة الأمريكية تعكس فهم عميق لطبيعة العمل على الساحة الأمريكية عما كان عليه الوضع من قبل، علاقات وطيدة مع البنتاغون المؤسسة العسكرية، مع البيت الأبيض، مع الكونغرس الأمريكي، مع شخصات وشخصيات عامة ولوبيات أو جماعات ضغط حتى اليهودية منها، بمعنى أن مصر استطاعت أن تتواصل مع كافة أطياف حتى الإعلام الأمريكي، مع أطياف المجتمع الأمريكي بكل مشتملاته، لتضغط وتؤثر ولتقدم نفسها من الناحية الثنائية كفرصة استثمارية واعدة وهامة. نجحت في تحقيق برنامج إصلاح اقتصادي جاد، ربما لقاء الرئيس بيلاغارد المدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس نائب رئيس البنك الدولي، كلها مؤشرات توحي أن الاقتصاد المصري بات فعلا جاذبا. ومن بين بنود زيارة السيد الرئيس التقليدية لكل العواصم ولقاء بمجموعات الأعمال ورؤوس الأموال حتى يحقق للبلاد يعني ما تستطيع أن تقدمه تلك الجماعات أو تلك المؤسسات الاقتصادية الدولية من دعم لبرنامج إصلاح مصري جاد وقادر وصعب، ولكننا خضناه بنجاح بدليل نتائج مؤسسات التصنيف الدولية التي تضع الاقتصاد المصري في مجال. ولكن المشهد الإقليمي أستاذ مروج، وهنا دي بقى النقطة الثانية اللي أنا هتحاول مع حضرتك ليها، وهي مش بشكل يعني طبعا هنتحدث بشكل عام وبشكل خاص عن ملفات الصراع، لكن هنا ممكن حتى رجل الشارع يقول إنه طيب ماذا تريد الولايات المتحدة من مصر أن يعني أو الدور اللي تريد الولايات المتحدة من مصر أن تلعبه في الملفات المختلفة، لما يعني يطرح الزعيمان الرؤى المختلفة. مصر هي الأقرب للشرق الأوسط، مصر هي جارة سواء كانت لسوريا، جارة لليبيا، متواجدة في وسط الأحداث جميعا، وهي دولة رائدة ودولة لها شأن كبير جدا، وبالتالي إيه اللي ممكن تتوقعه أو تريده الولايات المتحدة الأمريكية من مصر بخصوص هذه الملفات؟ شوفي، مصر عامل استقرار هام جدا في المنطقة، فهو دور
هام ومفيد لكل حلفاء مصر الاستراتيجيين. تعالي نتأمل المشهد من بداية العام. مصر رئيس للاتحاد الإفريقي وذلك في فبراير من هذا العام. بعدها بقليل قمة عربية أوروبية هامة جدا، وقبلها مشاركة مصرية هامة والرئيس في مؤتمر ميونخ للأمن يخاطب الجلسة الافتتاحية، وقبل الزيارة مباشرة سيد سيرجي لافاروف وزير خارجية الروسي يزور القاهرة. ثلاثة أيام يقضيها أنطونيو غوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة في القاهرة. قمة عربية تكون مصر هي يعني إيه رائدة أو صاحبة الباع الأهم في العمل العربي المشترك. تنتقل إلى الولايات المتحدة اليوم بعد زيارة أفريقية هامة جدا تؤكد عمق العلاقة ليس فقط مع شرق القارة ولكن أيضا مع غربها ووسطها. فمصر الإفريقية، مصر العربية، مصر صاحبة هذا القرار بامتياز في كافة قضايا وملفات الشرق الأوسط. المشهد الليبي تجدي أن مصر برؤيتها وحضورها ودبلوماسيتها عبر الأشهر الماضية حاضرة وبقوة. في المشهد الفلسطيني حتى أيام قليلة تحقق التهدئة بين إسرائيل وغزة وتواصل مجهود يعني ماراثوني لتحقيق المصالحة الوطنية، تدفع من أجل تحقيق السلام في سوريا، تلتقي بالقيادة العراقية لأول زيارة خارجية لرئيس وزراء العراق مع الأردن في قمة ثلاثية على أرض القاهرة. هذا المشهد يعكس قوة إقليمية هامة وناهضة. الولايات المتحدة تهتم بمنطقة الشرق الأوسط وفي حاجة للقضاء على ما فيها من إرهاب وتسوية النزاعات، تتوافق فيها مع مصر. مصر تتفق مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب، في محاولة حل الصراع العربي الإسرائيلي، ولكنها تختلف معها في قرار القدس وفي قرار الجولان وفي أي محاولات للضغط على الموقف الفلسطيني بخلاف قرارات الشرعية الدولية حتى وميثاق الأمم المتحدة. فقرار الجولان على سبيل المثال هو مخالف لميثاق الأمم المتحدة، واحتلال أراضي الغير بالقوة والقضية أصبحت واضحة ينقلها الرئيس في إطار من الإجماع العربي. يبقى الولايات المتحدة عايزة أمن واستقرار المنطقة. خد بال حضرتك من عنوان القمة العربية الأوروبية، الاستثمار في الاستقرار. أي يعني مش الاستثمار بمعناه المادي ولكن دعم ومساندة جهود مصر. أظن الرئيس ترامب مدرك هذه الحقيقة، وأنه الاستقرار هو الركيزة الأساسية لأي بقى تنمية ونهضة واقتصاد قوي ودولة مستقرة. يعني هو الاستقرار هو الأساس. بالتأكيد الرئيس ترامب مدرك حقيقة أن يكون هناك معامل أمن واستقرار في هذه المنطقة المضطربة، حفاظا أولا على مصالح الولايات المتحدة سواء كان الأمر يتعلق بإسرائيل أو بأمن الطاقة. فمصر دولة مسؤولة تقدم رؤى وسياسات تخدم كل من يستهدف أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي مصر تقف حائط صد رئيسي في مكافحة الإرهاب، وتقدر دول العالم المختلفة وأوروبا تحديدا هذا الدور، حتى أن دائما تقول أوروبا أن أمن واستقرار مصر، أن نجاح مصر هو من أمن واستقرار ونجاح أوروبا. بس هنا في نقطة، يا سعاد سفين، أسفل المقاطعة حضرتك، استكمالا للكلام، في نقطة هنا لما حضرتك بتقول إنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد استقرار المنطقة لأنه لديها مصالح، ده طبعا منطقي، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بالمليارات، وترامب هو رجل المصالح وهو دائما بيعلن عن نفسه على إنه المدافع الأول عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، ده شيء لا خلاف عليه. لكن المراقب بقى الجيد للشؤون الدولية هيلاقي إنه طب هو ترامب والإدارة الحالية ليست منخرطة تماما في الشؤون الخارجية أو في الشرق الأوسط كما كانت إدارة أوباما. على سبيل المثال قرار الانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، عدم انخراط أمريكا تماما في الملف الليبي، يعني هي نائية بنفسها عن الصراع والأزمة الدائرة في ليبيا. في اليمن الجهود العسكرية اللي بتتم وكل يعلم هي من بعد 11 سبتمبر وهو فأر بينها وبين القاعدة المتمركزة هناك، وهي بعيدة برضو عن ما يجري من صراع لاستعادة الدولة من الميليشيات الحوثية المسيطرة على جزء كبير فيها في اليمن، واللي بتشارك فيه هذه الجهود السعودية والإمارات وقوى عربية مشتركة. طيب ما هو الناس هتقول إنه هو كيف إنه ترامب يريد الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة وهو أصلا غير منخرط في الملفات الإقليمية كما كانت إدارة أوباما وكما كانت الإدارات السابقة؟ طبعا أستاذة يعني تردد هذا المنطق أن الولايات المتحدة بصدد الانسحاب من الشرق الأوسط ذهابا لبحر السير الجنوبي وبدء يعني إيه تحضير المسرح
لمواجهة أمريكية صينية. أنا لا أميل لهذا الطرح على الإطلاق، فمصالح الولايات المتحدة مرتبطة ارتباط وثيق بمنطقة الشرق الأوسط، وإذا كانت الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من درجة اندماجها في المنطقة إلا أن هناك تداعيات تجبرها على الاستمرار. يعني قرار سوريا زي ما حضرتك تفضلتي هي تراجعت ولو جزئيا في علاقتها بإسرائيل، أظن لا تنفصم. انشغالها بالقضية الفلسطينية وما يتردد عن أطروحات أمريكية وصفقة قرن توحي أيضا أنها منخرطة في هذا الملف. علاقتها مع إيران والمواجهة التي حتى تجلت أول أمس بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كل ذلك يوحي أن الولايات المتحدة حريصة على أمن بس الخليج. كل ده في ملف أو في بؤرة واحدة، احنا كل اللي بنتحدث عليه ده في لخدمة مصالح أو كلها بتحتكب مصالح إسرائيل في المنطقة. لكن في بقى رأي آخر ساعات سفير حضرتك قد تختلف أو تتفق معاه، أنه ما هو ده بقى المطلوب من الشركاء الإقليميين، أنه أمريكا لا تريد أن تكون موجودة بقوات فبالتالي تجلب لنفسها مشاكل وسمعة سيئة كما كانت إدارة أوباما وجورج بوش الابن وجورج بوش الأب، الحرب على العراق وغيرها من الحروب وأفغانستان إلى آخره. وحتى يعني عندما بيتم الحديث عن الأدوار الأمريكية دايما بيردد أنه ما هو أنتوا انخرطتوا في حروب خارجية وأنتوا جربتوا لنفسكم كثير من المشكلات. هل ده برضو تريد أمريكا أن هي تطمئن أن في شريك فاعل في الشرق الأوسط يمكن أن يحدث توازن واستقرار مهم بدون ما تضطر أن هي تدفع بمزيد من الحروب والعنف والدمار؟ أو ده سؤال مهم جدا وأتمنى أن يكون صحيحا. يعني الاعتماد على رؤى الدول ذات المصداقية والمكانة مثل مصر في منطقة هي الأقرب إليها وهي الأفهم لقضاياها، أظن ده يبقى قرار حصيف جدا من الولايات المتحدة. ولكن عدم ظهور الولايات المتحدة في المشهد زي المشهد الليبي لا يعني على الإطلاق انحسارها سياسيا من هذه المشاهد. هي موجودة وبقوة ولكن خلف الستار أحيانا. عدم المشاركة هي سياسة في حد ذاتها. يعني إذا كان المشهد الليبي باتجاه تدخلات قوات المشير خليفة حفتر باتجاه طرابلس، فعدم ظهور الولايات المتحدة في المشهد لا يعني على الإطلاق أنه لا يؤيد القضاء على الإرهاب، ولكنه سيؤيد بكل تأكيد الحل السياسي والسلمي كما سيتوافق مع الرئيس السيسي في هذا الطرح. ولكن القضاء على الميليشيات الإرهابية هو أمر أيضا يخص الولايات المتحدة، ولعل استعادة ليبيا لمقدراتها وثرواتها وشغلها للمساحة المطلوبة في سوق البترول الدولي بعد استقرارها أمر هام جدا في مرحلة انحصار أو محاصرة البترول الفنزويلي والإيراني على قدر واحد. وطبعا استكمالا وجزء من متابعتنا للقمة وتغطية القمة المصرية الأمريكية، طبعا الرئيس ترامب كما عهدناه أن هو لا يفوت مناسبة من خلال تغريداته الشهيرة على واستخدامه لموقع تويتر. هو الحقيقة أن الرئيس ترامب نشر تغريدة قال فيها أنه كان لي الشرف أن التقيت اليوم في البيت الأبيض بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونشر الرئيس ترامب فيديو عن الزيارة كما نتابع في هذه التغريدة المكتوبة باللغة الإنجليزية، ونتابع مع حضراتكم الفيديو اللي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا هذه اللقطات نشرها مرة أخرى، نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الرسمي على تويتر، وعمل تغريدة قال فيها أنه كان لي الشرف أن التقيت اليوم في البيت الأبيض بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. برضو عايز أخد تعليق من حضرتك على التويتة وفكرة أنه الرئيس ترامب بهذه الحفاوة، أولا استقبل الرئيس السيسي وقبلها هو أصلا صاحب الدعوة بشكل شخصي للرئيس السيسي أن يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويقابله، والكل يعلم أنه يعني أمريكا دولة الكل بيتمنى أنه هو يقابل رئيسها، وليس كل الرؤساء بيحظوا بهذه أو بهذا الشرف يعني كما يريد أو يعني يحب الأمريكيون أن يصفوه دائما. لكن رئيس ترامب هو من
طلب مقابلة الرئيس السيسي، وشفنا حفاوة الاستقبال في حتى نقلت مباشرة استقبال الرئيس ترامب للرئيس السيسي، وشعرنا فعلا أنه كان في احتفاء بشكل شخصي بالإضافة طبعا إلى مكانة مصر، وكيف أنه سارع بنشر تغريدة وتحدث فيها عن الشرف اللي حظى به بمقابلة الرئيس السيسي ونشر فيديو. كل ده يعني المشهد اللي بيكونه أو إيه الانطباع اللي بيجي لحضرتك لما بتتابع كل هذه التفاصيل؟ لا، هو في السياق المعتاد لعلاقة الود والصداقة اللي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب منذ كان مرشحا للرئاسة، يعني ظهر هذا الفايب أو هذا التلاقي الروحي والنفسي في العلاقة بين الطرفين. وقال ساعتها الرئيس ترامب حتى عبارته الشهيرة أو يعني الوصفه الشهير، وقال أنه أشعر ب أو يعني أنظر إلى الرئيس السيسي بمزيد من الإعجاب أو بكثير من الإعجاب، ووقتها حتى كل وسائل الإعلام كانت مهتمة بهذا الوصف اللي وصفه الرئيس ترامب للرئيس السيسي. أظن هو وصف في محله، لأن الرئيس ترامب يدرك ما كان يحاك للمنطقة وما استطاعت مصر أن تفعله والرئيس عبد الفتاح السيسي في استخلاص مصر من براثن هذا الخطر الذي كان داهما وكانت تموله وتدعمه وتسانده الإدارة السابقة وحلفائها في المنطقة قطر وتركيا. لم يعد ذلك معلومات خافية عن أحد، هي معلومات واضحة للرئيس ترامب، وشاهد كيف استطاعت مصر أن تقف على قدميها سياسيا واقتصاديا وتنمويا وعسكريا. كما أدركت مصر أيضا أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقة ممتدة تتجاوز حتى الإدارات كتلك التي عشنا معها فترات الأحداث المضطربة بداية من يناير 2011. ومن هنا يعني هذا التلاقي يعكس نفسه في العديد من المشاهد. فاكرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يلتقي الرئيس ترامب بستة رؤساء يختار من بينهم من 192 دولة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يختار من ستة رؤساء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلمنا وقتها أنه كان في لأن هي كانت أعتقد في الفترة دي كان الرئيس ترامب مازال يعني لم يقضي وقت طويل لدى تقلده رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفنا أنه كان في طلبات كثيرة جدا من رؤساء كثيرين كانوا موجودين وقتها في الفعاليات طلبوا مقابلته، لكن هو بالفعل زي ما حضرتك ذكرت اختار ستة فقط من هذه الطلبات وكان من بينهم الرئيس السيسي. حتى السيدة ترامب أيضا عندما زارت أفريقيا اختارت أربع دول من بينهم مصر، فيعني هو أشاد بهذه الزيارة وعلق عليها. وهو بالمناسبة كمان ده يعني ربما كمان بيعكس جانب من الشغف بمصر اللي البعض وصفه لما تحدث وقال أنه السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية زارت مصر وشهدت الأهرامات، وقال يعني قال استخدم الوصف ده قال وكانت مبهورة أو أيوة. كان لديها انبهار بالأهرامات اللي هي بالفعل عجائب الدنيا السبع. هو بيضفي قدر من الحميمية على جو الزيارة الرسمي عندما يشير في تويتر إلى هذا اللقاء وينشر له فيديو كلها مؤشرات توحي بأنه على نفس المسار من التفاهم والتلاقي. سواء شيء جميل يعني إحنا بالفعل. بنسعد أنه رئيس أكبر دولة في العالم، وهي كمان على فكرة الولايات المتحدة دولة كمان سياحية ولديهم يعني أماكن جذب كثيرة جدا، لما هو يتحدث عن الأهرامات بهذا الإعجاب والإبهار ويعني في قمة العالم كله بيغطيه، كل يعلم انه كل كلمه بيقولها الرئيس الامريكي، لان هو ليس فقط لان هو دونالد ترامب بشخصيته لكن هو رئيس اكبر قوه في العالم، فكل كلمه بيقولها بيتم تغطيتها في كل وسائل الاعلام العالميه، فده شيء جيد جدا بالنسبه لنا انه يتم الحديث بهذا القدر من العظمه يعني الاشاده عن يعني اعجاز مصري وهي اهرامات الجيزه. بالاضافه لكده يعني بالاضافه للبعد السياحي والحميميه والتلاقي بين الشخصين او بين الزعيمين، هناك ايضا الدعوه الى البيت الابيض الامريكي هي توحي بتبجيل العلاقات، تكريم العلاقات المصريه في صوره رئيسها في صوره الدعوه الرسميه التي توجه من الإدارة الأمريكية، وهي احتفاء بما حققته العلاقات من إنجازات، يعني على المستوى العسكري مناورات النجم الساطع، دعم عسكري هام جدا
طبعا الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من عملية التطوير والتنمية التي شهدتها مصر عبر العقود، مساندة بشكل واضح وصريح من خلال مؤسسات التمويل الدولية، من خلال البنك الدولي، صندوق النقد، تقف يعني موقف هام جدا ومؤثر. مصر في نفس السياق بتقدم للولايات المتحدة الكثير، هي ركن زي ما حضرتك تفضلتي من أركان الاستقرار الإقليمي، حتى لو كانت فردية خروج ولو نسبي للولايات المتحدة من الانشغال بقضايا منطقة الشرق الأوسط، إلا أن دول مثل مصر بمكانتها وقدراتها، بما أن هناك توافق سياسي على أن أمن واستقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب والحفاظ على الدولة القومية يتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية، فنحن بالفعل أمام علاقات استراتيجية متنوعة المجالات، ولازالت مصر يعني تتطلع للمزيد من المساندة، سواء كان في قطاع الأعمال، سواء كان في الإسناد السياسي ودعم الإرهاب طبعا ومكافحة الإرهاب. جميل. وكذلك فيما يخص القضية الفلسطينية في ضوء ما يتردد عن صفقة القرن وخلافه، ألا تحيد عما هو مطلوب دوليا، وألا تؤدي بنا إلى مزيد من التوتر والعنف والسخط الذي لا يستفيد منه إلا الجماعات الإرهابية، ولن يفيد أمن إسرائيل على المدى البعيد على الإطلاق. ولمصر بتحاول جاهدة فيه، يعني إحنا برضو بنذكر في هذا الملف أنه يعني ولا نقول ذلك لأننا مصريين، لكن مصر هي الدولة العربية الأنشط في المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في اتخاذ خطوات الأكثر جرأة والأكثر تأثيرا لما استضافت القاهرة على مدار فترات سابقة يعني المفاوضات بين الطرفين فتح وحماس، ووقعوا الاتفاق المصالحة الشهيرة اللي حتى لو كان تم الحيد عنها لاحقا، لكن مازال الإطار موجود والمرجعية موجودة، والجهد بيثبت أن مصر هي الأكثر انخراطا في هذا الملف والأكثر حرصا على الوصول به إلى حل. لكن عايزة أستاذنا حضرتك ممكن نرجع له مرة تانية الملف، لكن عايزة بقى أروح لملف الهجرة غير الشرعية واللاجئين، لأنه الرئيس ترامب اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي. كان في سؤال من احد الصحفيين، فانا ما سمعتش السؤال وانا كنت بنقل على الهواء، لكن سمعت الاجابه بتاعه الرئيس ترامب، وطبعا كان بيتحدث بشكل من الهجوم والانتقاد لاداره اوباما او اداره الديمقراطيين اللي وضعت او حطت قرارات وقوانين جعلت انه الحدود مفتوحه ومباحه امام الهجره غير الشرعيه واللاجئين اللي عملوا جريمه وعنف ومخدرات الى اخره. طيب الحقيقه انه مصر دولة فعالة في هذا الدور، على اعتبار أن مصر دولة مصدر ومعبر للاجئين والمهاجرين، لكن ده لم يعد كما كان سابقا. من خلال جهود الأمن ومن خلال التنمية، مصر قدرت أن هي تحد بشكل كبير جدا من أعداد اللي بيخرجوا من أرضها، سواء كانوا عابرين أو كانوا من أماكن يعني قد تكون فقيرة ومشابه، عبر الحدود على اختلاف أنواعها. هنا احنا نعلم أنه ترامب هو يعني بيقدم نفسه للعالم على أنه رجل الحسم، وأنه كل شيء وعدت به العالم في فترة دعايتي الانتخابية أنا أفعله. إزاي يمكن استغلال هذا البعد وهذا التوافق وحالة الحماس الشديد لدى ترامب أنه هو يعني يواجه تماما ملف الهجرة غير الشرعية واللجوء من خلال الرؤية المصرية القائمة على ليس فقط الأمن ولكن التنمية كمان؟ أيوة بالفعل، زي مواجهة الإرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية لابد أن تتم بشكل شامل. حتى الرئيس ترامب يمكن أن يستفيد من هذه الرؤية الشاملة، يعني بدل ما أحط 5 مليار يورو أو دولار على حائط صد في المكسيك، أنا أستثمر 5 مليار على مناطق حدودية آمنة للمكسيكيين، فرص عمل ونجاح، وهو ما تروجه مصر حتى في رؤيتها يعني المواجهة، حتى يكون بعد إنساني يعني بكل التأكيد. حتى في مقررات مراكش اللي صدرت نهاية العام الماضي لتنظيم الهجرة، من خلال إتاحة الهجرة الشرعية، من خلال إتاحة الفرصة الاقتصادية، أبنائنا في إفريقيا إذا ما تم توطينهم والاستثمار وتأهيلهم لن يبحثوا عن الرزق في مكان آخر. أما محاصرتهم أمنيا والضغط عليهم بأسوار وبإجراءات قصرية وإغلاق الأبواب أمامهم وكأنه يعني حياتهم ليست هامة يعني أو مهمة، وأنا أظن مصر ساهمت بدور رئيسي في تعديل المشهد الأوروبي والفكر الأوروبي فيما يتعلق بقضية الإرهاب، سواء كانت إجراءات لضبط الحدود ومساعدة بالتقنيات، سواء كانت في الإعداد لتشريعات تحول دون تدفق الهجرات غير الشرعية. من 2016 بنقول إن مفيش مركز هجرة غير شرعي. صحيح. واحد، ولكن ده نتيجة عمل دؤوب، نتيجة إتاحة الفرصة حتى للمهاجرين. البعد الإنساني اللي مصر بتتبعه في هذا الملف، هي لا تحاصرهم كما هو الحال في تركيا في معسكرات تستنزف منهم، تستنزف من الأوروبيين 5 مليار دولار بالضبط. يعني ده اللي أنا كنت أقوله، إن هي بتتاجر بها
هذا الملف وتبتز المجتمع الدولي وتبتز أوروبا مقابل استضافة هؤلاء، وفيما بعد تقوم بتوفير البيئة الخصبة لأولا شحنهم بالأفكار الإرهابية وضمهم إلى جماعات إرهابية، وبالتالي يخرجهم مرة أخرى من تركيا زي ما شفنا. يعني كان في أحد اللي على فكرة منفذي العمليات الإرهابية في أوروبا ده كان راح لتركيا وعاد مرة أخرى إلى أوروبا لينفذ عملية إرهابية، وكل يعلم ذلك. بالفعل. يبقى أستاذة مروج، الاستثمار في الاستقرار اللي كان عنوان القمة الأوروبية خلاف التصور الخاطئ والغير إنساني لإدارة الرئيس أوباما التي قادت لهذا الاضطراب في المنطقة تحت زعم الفوضى الخلاقة التي أودت يعني 10 مليون سوري من 23 مليون يتعرضوا للهجرة، 5 مليون و6 مليون نازح و400 أو 700 ألف شهيد. يعني كل هذا المشهد اللا إنساني تسببت فيه سياسات من التدخل العنيف والقضاء على الدولة القومية. هو ليه الرئيس في كل خطبه يتحدث وفي كل إرشاداته للشباب في 5 مؤتمرات يتحدث عن الدولة القومية؟ لأنه العنوان الذي يعني يحافظ من خلال بوتقة الوطن على الإنسان بداخله، وإلا إذا انفرط هذا العقد يخرج بحثا عن الأمان أو عن الرزق. وزي ما نشوف ليبيا، يعني هو ده بالضبط للأسف اللي بيحصل في ليبيا حاليا وهي قريبة جدا مننا. كيف أنه زي ما كان قال أحد الضيوف في التغطيات السابقة أنه أصبحت إحنا بنتكلم عن 3 دول، دولة الشرق ودولة الغرب ودولة الجنوب، وللأسف ده اللي الجيش الوطني الليبي بيحاول ان هو يتداركه حاليا ويوحد الأراضي الليبية كاملة. وللأسف يعني المجتمع الدولي بينظر الأمر برؤية مختلفة تماما على ان هي نزاع بين طرفين او بين أطراف مسلحة، ولا يرى انه الجيش الليبي ده مؤسسة وطنية ليبية لها الحق وعليها واجب ان هي توحد مؤسسات الدولة. اعتقد ان ده واحد من الملفات المحل بحث بين الزعيمين اليوم. اظن المشهد الليبي هيفرض نفسه بقوة، واذا كان الرئيسين سيتوافق على الحل السياسي وأهمية التواصل بين الأطراف، فلا أظن أن هذا التواصل يشمل الجماعات الإرهابية التي يجب القضاء عليها. جميل. أنا بس عايزة كمان أعود إلى الإشارة إلى الإدارة السابقة والاختلاف بينها، الإدارة الأمريكية السابقة والاختلاف بينها وبين ترامب، لأن ده كمان مهم قوي. يعني طبعا احنا بنشوف ان ترامب دائم الهجوم على إدارة أوباما، ونتفهم ده في ظل المنافسة التاريخية يعني بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ربما يعني ترامب شخص حاد بعض الشيء في التعبير عن آرائه، لكن إدارة أوباما كانت إدارة داعمة، سياستها كانت بتدعم الجماعات المناوئة في الدول المختلفة، حتى لو كانت هذه الجماعات هي جماعات لها أفكار راديكالية أو أفكار متطرفة، زي ما شفنا كيف دعمت جماعة الإخوان في مصر، كيف دعمت جماعة الإخوان في دول أخرى وغيرها من الجماعات المختلفة، لمجرد أنها مناوئة تحت مسمى عريض وهو مسمى الديمقراطية بشكل يعني مختلف عن القواعد والقوانين المعمول بها في هذه الدول. ترامب لا يميل إلى هذه الطريقة أو لا يميل إلى هذه الحلول أو هذه الرؤية، هو لديه رؤية أخرى خاصة به. إزاي يتم استغلال فكرة أنه هذا الرجل بينظر للأمور من منظور أكثر واقعية، أنه يعني في الآخر عندما تنهار هذه الدولة هتنهار مصالحي معاها؟ خلينا نربط بين السؤالين المهمين اللي حضرتك قلتيهم ورا بعض، السؤال الأولاني عن الهجرة غير الشرعية والسؤال الثاني عن الحفاظ على الدولة القومية. يعني الهجرة بسبب سياسات خاطئة لإدارة سابقة يعني سعت للتفتيت الدولة القومية وإتاحت الفرصة ربما لدول مثل قطر أو تركيا أو إيران للتوغل في الشأن العربي بما يفتت المنظومة العربية لصالح إسرائيل أو لصالح حتى مصادر ثروة رخيصة ونشر فكر متطرف يستقطب كل المتطرفين من العالم حول هذا المشهد في الشرق أوسط، يترك لحاله يعني وسط إرهابه وقتله ويبقى هم أكثر قدرة على الاستفادة والتأثير والضغط على جماعات صغيرة. أما الدولة القومية فهي تقف بصلابة ضد كل هذا المشهد العبثي وتعيد استقرار الدول وتعيد الوحدة الترابية، زي المشهد الليبي اللي حضرتك قسمتيه لثلاثة يصبح مشهدا واحدا يحافظ على كيانه الإقليمي وعلى ثروته لصالح شعبه. دول مشروعين، أظن المشروع فشل وكانت له كوارث إنسانية وأدى للهجرة غير الشرعية ضمن عمليات نزوح جماعي ضخمة جدا يعني، وما زالت على فكرة مستمرة بدون تنمية بقى وبدون استقرار
أنت يا إما تهاجر خوفا وإما تهاجر بحثا عن الرزق. فإذا كانت الأمور مستقرة وتمت عملية تنمية منظمة، يعني أنا بتمنى أن احنا المرحلة اللي جاية بقى مصر تنتقل إلى المطالبة بإعادة تعمير الشرق الأوسط، بإعادة تعمير سوريا والعراق أفريقيا كمان. ولكن مشروع دولي، يعني إلزام دولي عالمي لتمويل عملية إعادة بناء الشرق الأوسط. إلى متى سننتظر وسط خلافات وحروب؟ تعالي نعلن إعادة بناء الشرق الأوسط، إعادة البناء السياسي، إعلان مبادئ إقليمي، إعادة البناء الاستراتيجي لمنطقة تحافظ على أمن الجميع كما فعلت أوروبا بعد أن يعني مسكت في خناق بعضها البعض في الحرب العالمية الأولى 20-30 مليون، الحرب العالمية الثانية 50 مليون ضحايا. يعني كل هذه الأرقام أدت لأوروبا إلى إدراك أنه لا سبيل. يعني مؤتمر وستفاليا اللي بعد 30 سنة حرب في 1648، حرب 30 عام الأوروبية، انتهت عندما جلس الجميع معا كل الفرقاء يبحثون المدخل لتحقيق أمن واستقرار الشرق الأوسط. أما مزيد من الصراعات فالمنطقة أصبحت يعني في حالة صعبة وتحتاج دولة قيمة ذات دور رئيسي كمصر تتبنى فكرة إعادة الإعمار. جميل. كمان من ضمن طبعا وجود الرئيس في واشنطن هو حارس وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو، ان هو يعني ياتي الى مقر اقامه الرئيس السيسي ويلتقي به، وكان في تاكيد كمان على ثوابت اساسيه في رؤيه وتناول القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك ودعم فكره الحلول السياسيه، وان يكون دائما الحل السياسي هو الركيزه والمنطلق ل يعني الدعوه الى حل كل الازمات وكل المشكلات. إلى أي مدى ممكن أمريكا مستعدة أن هي تصل إلى حلول أو يتم بلورة موقف واضح مع مصر أو بالاشتراك مع مصر خلال هذه القمة في مختلف القضايا المختلفة؟ هل ممكن فعلا نصل إلى حلول صالد أو يعني واضحة يمكن أن يتم تطبيقها وملموسة؟ بالفعل ممكن، يعني في اليمن ممكن، في ليبيا ممكن، في سوريا ممكن، العراق استقر والحمد لله، في قضايا الإرهاب هناك توافق. يعني الخلاف هو في بعض الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة أو القرارات التي حقيقة لا تتسق مع الشرائع الدولية ولا تتسق مع رغبة الولايات المتحدة في أن تكون شريكا أو حتى أن تطرح صفقة القرن. يعني كيف يمكن لك أن تطرح أفكار لحل نزاع أنت تزيده تعقيدا وتوترا؟ وبالتالي التناقض ده مع هدوء العلاقة ومسارها الاستراتيجي يسمح لأن ينقل له الرئيس بأمان أن هذا المسار لن يقود حتى لتحقيق أمن إسرائيل، وأنه ليس قرارا أمميا، هو قرارا أمريكيا، سيبقى أمريكيا، ربما يعني تعترف به غواتيمالا ولا دولة من الدول اللاتينية الصغيرة الواقعة تحت ضغط كبير من الولايات المتحدة. ولكن المشهد السياسي الدولي 14 دولة عندما قدمت مصر، حضرتك أشرتي للدور المصري الهام في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، لكنه أيضا دور مسؤول وقادر على أنه يقدم صورته الدولية بشكل محترم وقادر على سحب البساط من تحت هذا القرار. في مجلس الأمن 14 صوت للمشروع القرار المصري ضد صوت أو فيتو الولايات المتحدة، وده ليه قيمة أدبية، هو ليس قرارا رفض لكن له قيمة أدبية أن المجتمع كله عدا الولايات المتحدة مع هذا القرار. في الجمعية العامة 128 أو 122 صوت مع إدانة القرار الأمريكي بنقل السفارة. مصر ترد وليست وحدها في هذا الرد، ترد باسم المجموعة العربية في قمتها، باسم المجموعة الأوروبية. شوفي بيان قمة شرم الشيخ العربي الأوروبي، يعني أفضل لغة ممكن تطلع عليها في البند السابع من هذا البيان عن القضية الفلسطينية بكل مفردات القرارات الدولية سواء في الاستيطان أو في القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة على كامل ترابها عام 67، صغته المجموعة الأوروبية كاملة مع مصر ومع المجموعة العربية على أرض شرم الشيخ. وبالتالي احنا أمام دولة تعبر عن نفسها من خلال منظومة قيم دولية تحترمها كل الدول بما فيها الولايات المتحده. واعتقد انه مصر كمان، احنا بنتكلم عن ملف القضيه الفلسطينيه اللي انا يعني كنت حقيقه عايزه ارجئه، لكن بان احنا اتكلمنا فيه وتطرقنا لتفاصيله، مصر كانت بدات بدايه طيبه جدا في الملف ده لما بدات ان هي تستضيف عناصر حماس، ويمكن
وده كان في اطار التفاوض المباشر والتلاقي اللي كانت مصر بتعمله مع فتح. يمكن كان في ناس بعض الناس تقول هو مش منظمة حماس احنا كنا بننظر ليها على ان هي يعني بتقوم بالعنف ويعني واخدة الحكم اغتصبت الحكم في قطاع غزة، ولكن ما فعلته مصر هو انها بالإضافة إلى أنها أجلست الطرفين مباشرة للوصول إلى الاتفاق التاريخي اللي تم بينهم قبل عامين من الآن، ولكن هي كمان استطاعت أن تغير من سير الأمور في قطاع غزة، والكل يعلم ذلك، وأصبحت الأمور ليست كما كانت عليه. حتى القيادات التاريخية الحماس ابتعدت عن المشهد، والكل يعلم ذلك، والكل يعلم الدور اللي لعبته المخابرات المصرية ولعبته مصر في هذا الإطار. دي ممكن يعني يرى البعض أنها البذرة الأولى ل اتفاق شامل يمكن أن يفضي إلى حل كامل للقضية الفلسطينية. إيه المطالب اللي ممكن تدفع بيها مصر في الإطار ده؟ يعني مصر أو رئيس سيسي هيقول لترامب إيه؟ هيقول له مثلا نريد أن نبدأ من الآن بمسألة إن إحنا نعمل أو نرجع مطار، نشغل مطار حماس علشان، أو مطار عفوا أسف مطار غزة علشان يعني نرفع الحصار الموجود على غزة، ممكن نبدأ إن إحنا نعطي بعض الحقوق لأهلنا في فلسطين، نعطيهم بعض، نوقف عمليات الاستيطان المستمرة، ملف كمان الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال بدون محاكمات وبيعانوا معاملة شديدة. هل ممكن الرئيس السيسي يدفع بقوة باتجاه هذه المطالب، وتتوقع رد فعل الرئيس ترامب أو يعني استجابة الرئيس ترامب؟ لا، كل اللي اتكلمت فيه أستاذة مروج هام جدا، ولكنه في إطار إجراءات بناء ثقة، يعني تسهيلات للصيادين في السواحل كلها أمور مطلوبة لتسهيل الإجراءات الحياتية. أما إذا ما استدعى الأمر الحديث بقى في الملف السياسي والدعوة إلى مفاوضات بعد الانتخابات اللي هي تختتم اليوم الساعة 10 مساء، يعني وإحنا بنتحدث سيكون باقي ساعة على انتهاء هذه الانتخابات التي ستأتي لك بيمين، سواء كان يمين نتنياهو المتطرف. فرص نتنياهو أعتقد تزايدت بعد يعني مسألة الجولان، لأنه البعض بيرى أنه نصر كبير بالنسبة لإسرائيل. يعني حتى يعني اللي كانوا بيصوتوا الأحزاب الدينية التوراتية هيروحوا يصوتوا لنتنياهو، أو حتى لو صوتوا للمنافسين بتوعه، رغم أن فرصه كانت تقريبا منعدمة مع ملف الفساد الشهير اللي كان طالوا يعني خلال الشهور اللي فاتت. هي إسرائيل يعني لن تختار، يجب أن تكره على هذا الاختيار. يعني أنا لا أظن أن هذا اليمين أو هذا المناخ، إذا كان يمكن أن تهرب بسرقتك فلما لا، هو سرق الأراضي الفلسطينية، إذا ترك سيجري. ولكنه لا أظن كما حدث في بريتوريا، كما حدث في جنوب إفريقيا العنصرية وقت الأبارتهايد، اجتمع المجتمع الدولي على كلمة واحدة، حاصر هذا النظام ثقافيا وأكاديميا وسياسيا واقتصاديا حتى امتثل النظام للإرادة الدولية. أظن المدخل بالنسبة لإسرائيل لابد أن يكون في مثل هذا السياق، سياق دولي يقود ل يعني تحييد فرص استمرار الاحتلال، اما القبول به فدولة الاحتلال لا تدفع اي تكاليف وبالتالي تستمر، وبالتالي انا لا اتحدث هنا الا عن تكاليف اقتصادية وسياسية وادبية واخلاقية، لان ترك الامور على ما هو عليه هو امر مجافي، بؤرة مشتعلة، بؤرة مشتعلة وخطر داهم، هي لب النزاعات فعلا، وهو الخطر الذي يدفع للإرهاب ويدفع للتوترات ولا يقود حتى لمصلحة أمن إسرائيل. فأمن إسرائيل هو في سلام مع مصر، هو في سلام مع الأردن، فلما لا يجربون السلام مع الفلسطينيين؟ لكنهم يريدون الهروب بالسرقة مرة واحدة، ولن يمكنهم أحد من ذلك. وتعبير دقيق ويعني مليء بالمعاني حضرتك بتقوله، يعني بيختزل فعلا المشهد. خليني بقى أروح لنقطة كمان هي محل اختلاف، لكن يعني نتمنى ونتوسم في الرئيس ترامب ان هو يعني يقفز قفزة كبيرة باتجاه الإدانات الدولية. احنا دايما مصر بتواجه مشكلة في مع المجتمع الدولي في الملفات المختلفة في تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة. يعني عندما نتحدث عن جماعة إرهابية نجد ان في طرف او جهة دولية ممكن تقول دي جماعة مسلحة، جماعة معارضة، جماعة متطرفة، لكن لا تصف الجماعة دي انها جماعة إرهابية. فنجد انه عدم الوصول الى مصطلحات او ادانات دولية واضحة لجماعات ارهابية ومثبت بالادلة بانها ارهابية بيجعل التعامل معها في تلكؤ، بيجعل متاح انها تتحرك بسهولة عبر الحدود، تفتحوا حسابات بنكية، يستخدموا كل المرافق في الدول اللي بتستضيفهم بحرية، وده بيؤدي الى مزيد من العمليات الارهابية. لأي مدى امريكا مستعدة تتعاون مع مصر و
تاخد الخطوه الجريئه دي وتعلن او تدين بشكل واضح وتصنف جماعات زي جماعه الاخوان الارهابيه وغيرها ان هي جماعات ارهابيه. والله هي لابد انها مش بس تعمل كده، لابد كمان ان هي تحاصر دور دول بعينها، يعني قطر وتركيا تحديدا. يعني لم يعد سرا يعني عندما يقف الرئيس في مؤتمر ميونخ للأمن أمام يعني جماعة المخابرات الدولية وجماعة صناعة القرار الاستراتيجي في كل دول العالم، هم يملكون نفس المعلومات وربما أكثر مما نملك حول تورط هؤلاء، ولكن هي برضو لعبة المصالح الدولية واستثمارات قطرية 116 مليار مثلا في ألمانيا، بيغضوا الطرف ما دام القتيل عربيا ويقتل بأموال عربية وبيد عربية، يعني فما هي المشكلة بالنسبة لأوروبي تستثمر عنده أو في بلاده كل هذه الأموال؟ لذلك هي مصر بقى أو الإدارة المصرية بتبحث في أنه أوجه النظر الدول الغربية إلى مصلحتهم المباشرة في هذه الإدانات. يعني ما هو الإرهاب يعود ويدور فيذهب مرة أخرى إلى الدول الأوروبية، إحنا كل يوم تقريبا متابع عملية بتتم وأحداث عنف وجرائم كراهية كمان يعني، وبالمناسبة هي كلها مرتبطة ببعض يعني ليست بمعزل، حتى جرائم الكراهية على اختلاف منفذ ده جنسيته ولونه وشكله ودينه، لكن جرائم هو في اشتراك الفكر نفسه، فكر العنف والقتل واستباحة دم الآخرين ده مشترك. عارفة أستاذة مروج سؤالك ده مهم جدا، بعد حدث نيوزيلندا المفجع يعني كرايستشيرش تمنيت أن الدبلوماسية المصرية تطرح على ساحة الأمم المتحدة وثيقة الأزهر الفاتيكان وتتبنى بها ميثاقا دوليا قرارا دوليا. يعني أنا بتصور أن احنا علينا مسؤولية تجاه جرائم الكراهية كما هو الحال بالنسبة لقضايا الإرهاب، كما وقفنا كحائط صد ضد الإرهاب ونقف، لابد أن نقف ضد جرائم كراهية، ولنا شركاء كثر، وما يعني من هو أهم من بابا الفاتيكان البونتيف اللي هو يعني الجسر العابر بين الثقافات والحضارات. يعني احنا متهيألي علينا مسؤولية في هذا الملف. طبعا قدمنا مبادرات عدة لمكافحة الإرهاب السيبراني والإرهاب الفعلي والثقافي والأيديولوجي، طب ما نقدم مبادرة بقى ضد جرائم الكراهية، وعندنا ميثاق رائع حاضرة الفاتيكان والأزهر توافق عليه، ونتبنى قرارا دوليا أو ميثاقا دوليا يعيد تثبيت، أصل أنت مش في كل الأوقات محتاجة قرارات تعيد إليك الأرض، ولكن محتاجة قرارات أحيانا تنبه العالم لقيم الإنسانية التي أهدرت وبشكل وتهدر يوميا. وبالتالي أنا متصور القضية الفلسطينية هي في هذه الزاوية، أنت تساند القضية الفلسطينية من خلال ميثاق، مش بس جرائم الكراهية، هي الابتعاد عن القيم الإنسانية التي تقبل بالظلم والقهر والاحتلال، كلها أمور تحتاج دولة رائدة مثل مصر، وأظن يحترمها العالم عندما تتبنى مواقف مثل هذه، لأن مصر والله يا أستاذة مروج دولة محترمة. صحيح، ويمكن حتى الاحترام ده احنا بنقوله واحنا يعني اكيد شهادتنا مجروحه، لكن بالدليل والاثبات انه الدوله التي تحترم تعهداتها مع الغير، التي لا تتدخل في شؤون الدول الخارجيه، اللي سياستها وثوابتها واضحه ومستمره ولا تتعامل بمعيارين وليس لديها وجهين وتهتم وتقدم مصالح الدول، يعني دايما مصر تتحدث بلسان الدول العربيه والافريقيه، الدول اللي بتعاني زي مصر من مشكلات عده، مصر أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب، اللي يعني الحرب اللي احنا كلنا بندفع تمنها في الداخل المصري، العالم كله بيستفيد منها، انه دي كانت واحدة او بؤرة إرهابية كان ممكن تصدر يعني العنف والإرهاب والقتل والدماء للعالم كله. فيمكن كمان من المنطلق ده ممكن نتكلم عن الدور بقى لمصر بتقوم به كرئيس الاتحاد الأفريقي عام 2019 وهي ذاهبة إلى ترامب وتحمل معها هموم ومشاكل القارة الإفريقية، اللي أصبحت دلوقتي مصر لديها اهتمام كبير قوي بالقارة الإفريقية، شفناه يعني فعاليات كتيرة قوي، هنقول إيه ولا إيه، لكن إيه أبرز المطالب اللي ممكن يعني يحملها الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي وفيها خير كبير للقارة الإفريقية؟ أيوة، الاستثمار
في استقرار القارة الإفريقية كما كان عنوان القمة الأوروبية الأفريقية. إذا كنت تريد أن تقضي على الإرهاب لابد أن تنمي فرص العمل للشباب، إذا كنت تريد أن تقضي على الهجرة غير الشرعية لابد أن تنمي فرص العمل للمجتمعات الإفريقية. أظن الرئيس سيدعو لبنى تحتية لمشروعات تفيد كل أطرافها إلى أيضا تنمية القارة الإفريقية، والإشارة اللي تحدثنا عن منطقة تجارة حرة مصرية أمريكية هو أيضا مدخل هام جدا لعلاقات الولايات المتحدة سواء مع مصر أو حتى مع القارة الإفريقية. يعني نحن أمام مشهد على العالم الأول أو الولايات المتحدة وأوروبا بذل المزيد من المجهود للاستثمار حتى يتقوا شر الإرهاب وشر الهجرات غير الشرعية، وحتى كمان يشاركوا في أرباح المستقبل، لأن إفريقيا هي قارة المستقبل. يعني مصر بتقدم نفسها اليوم في الولايات المتحدة بعد أحداث 2011 للأمام، يعني بعد كل تلك السنوات، كفرصة استثمارية واعدة، اقتصاد مستقر، خاض برنامج إصلاح اقتصادي محترم وصعب، ولكنها دولة أيضا متطلعة بسوق ضخم واتفاقات تعهدية هامة واستثمارات كمان بيتم دعمها بشكل كبير. عائد استثماري هو الأهم. أنا أظن كان في التقديرات مصر ثاني عائد اقتصادي للاستثمار بعد البرازيل. صحيح. وبالتالي يعني هذا المشهد هام جدا سواء كانت يعني لها علاقة بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالتنمية. وبالتالي برنامج الرئيس في واشنطن هو في كل هذه الإشارات، لقاء مع رجال أعمال، مع رجال كونغرس، مع رجال إعلام، مع القيادة الأمريكية، وحتما يعني التواصل مع البنتاغون مستمر في إطار من العلاقات والآليات الاستراتيجية التي تسمح بالخلاف، ولكن بكل تأكيد تقي المنطقة يعني كثير من الشرور بتعقيل وتوضيح وضبط الأمور. استاذن حضرتك استاذ سفير ومشاهدينا الكرام، هنتابع معاكم هذا الفيديو لكلمة دكتور علي عبد العال في اجتماع اللجنة التشريعية الخاص بمناقشة التعديلات الدستورية، ونعود مرة أخرى. لا يمكن أن تعاد هذه الظروف، مستحيل. ولذلك ان انا لما قلت لك لا مساس بين 226، وانا اربع بنفسي انا امس بالمدتين، واللي قال محمد غنيب بس اللي قال الدكتور صلاح وهي نقطه قانونيه، الاثر الفوري للقهر على طول. من الذي يطلب قانون بيسرع على كل الجميع، زي لما ارفع المرتبات لازم نسرع على طول باثر فوري. فبالتالي ان هذا الاثر الفوري بيطبق، وفي خلال المدتين في اقتراح متقدم من اللجنه 6 و6، ما شاء الله. ايه هو المنتج اللي هيخرج من هذه اللجنه التشريعيه؟ انتظر لترى، انتظر لترى. دي كانت كلمة دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه باللجنة التشريعية والخاص بالتعديلات الدستورية. طبعا حضراتكم عارفين ومتابعين انه التعديلات الدستورية في اطار مناقشة مجلس النواب ليها، ومرت بمراحل عدة، وكان ابرزها هي مرحلة النقاش المجتمعي والطرح على المستوى المجتمعي، اللي شهدت عدد كبير جدا من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن المؤسسات الاهم والابرز، اسدت الجامعة، اساتذة القانون والدستور، وايضا رجال الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى ممثلين كل الجهات خلينا نقول المخاطبة في التعديلات الدستورية، والمرأة وذوي أو متحدي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين أو المصريين في الخارج وغيرهم. الحقيقة أن كان في محاولة جاهدة من كل العاملين من النواب المحترمين على التعديلات أن يتم الوصول إلى صيغة تكون شمولية وصيغة ترضي جميع الأطراف حتى يتم إخراج هذه التعديلات بالشكل الأمثل وبشكل يعني يكون هو الأكثر قبولاً، ثم بعد ذلك يخرج للاستفتاء الشعبي ويكون الشعب له الكلمة الأولى والأخيرة على هذه التعديلات الدستورية. خليني أشكر في نهاية هذه التغطية ضيفي الكريم اللي مشرفني في الاستوديو، سعد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بشكرك جزيل الشكر يا فندم، شرفتني. أهلا أستاذ مروش. بشكر حضرتك جزيلا. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم جزيلا على المتابعة. طبعا المتابعة ما زالت مستمرة مع زملائي عبر شاشة اكسترا نيوز للقمة المصرية الأمريكية بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب في واشنطن. إلى اللقاء.